السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في جديد صنع جديد من صنع تركيا، وهي المقلاة التركية أو مقلاة الجرانيت. هي مشواة ومقلاة في نفس الوقت، 26 سنتيم على 36 سنتيم، هذا هو الحجم ديالها. إذا فتحوا على بركة الله ونوريكم بشكل نهائي ديال المقلاة مباشرة. هي مقلاة كما قلنا حديثة الصنع، صنع تركي. كيف فيها شريك في الشكل؟ هذا هو الشكل النهائي ديالها. ها انتم كما كتشوفوا هذه جلدة كتكون ديال سيليكون. هذه مثلا خسرت لكم هذا الشكل، هذه كتركب هذه الاخرى. نحاول نقربوا من الكاميرا. ها انتم كما كتشوفوا راه مشوات ومقلات في نفس الشيء، يعني تقدر تشوي بها، تقدر تقلي بها، طيب بها اي حاجة، اي وصفة تعشقها يعني طيبها. وممتازة، وثمن ديالها زوين، ثمن جيد.